أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى في زاويتنا الحوارية الثانية في هذا المساء. اليوم راح نتحدث عن موضوع حملة أطراف من أجل أطفال، والحديث عن هذه الحملة الإنسانية يسرنا أن نلتقي السيد عبد الرحمن تركيت رئيس قسم الكافلين في بيت الزكاة. مرحبا أستاذي، يا هلا، حياكم الله، يسعد مساك بكل خير على هذه الاستضافة. حياك الله، قل لنا شوي عن الحملة، شنو بالضبط موضوعها وفكرتها؟ طبعا الحملة بداية من اسمها أطراف من أجل أطفال، ونقصد فيها الأطراف الصناعية. والأطراف الصناعية هذه بالذات للأطفال اللي تأثروا بالحرب في سوريا والأحداث اللي هناك، وأغلب هؤلاء من الأطفال الأبرياء والنساء يعني ما لهم من الأبرياء. يمكن في البداية كانت لنا رحلة تفقدية لهذه الأوضاع، وكانت الرحلة يمكن أنا وزميلي جزاه الله خير أمسي عليه بالخير سليمان العجمي. فكان الهدف للأمانة بداية هو علاج مجموعة من الأطفال. اعتقدنا أن هناك بضعة مئات نقول من الأطفال محتاجين أطراف اللي من القاصف من الأمور هذه. اكتشفنا أن العدد يعني وفق الإحصائيات العالمية، كثير من المنظمات عملت إحصائيات بمعدل 40,000 حالة فاقدين الأطراف. واو. من هذه الحرب. لذلك انتقل أو كبرنا بالهدف من هدف، أو انتقلنا من هدف إلى هدف، أصبح هدفنا ليس علاج فقط، أصبح هدفنا إنشاء مصنع لعلاج الأطراف. المصنع. نعم، كامل. مصنع متكامل. أي. العلاج الأطراف، مقر هذا المصنع في تركيا، وفي يتبع كثير من نقول المراكز العلاجية والتأهيلية على الحدود السورية التركية. فكرة إنشاء مصنع أستاذ، هل هي يعني لقطع التكلفة أو تقليل التكاليف، أو مثلا ليش مصنع بالذات؟ ما في تقليل التكلفة، ولكن احنا نحاول نضع حلول يعني جذرية وليست مؤقتة. أعتقد تركيب الطرف هو للأمانة تركيب الأطراف كثير من الجهات يمكن ما تدخل فيه بصورة مباشرة لأنه مكلف. الطرف الواحد للطفل أو للإنسان نفسه إذا كان من غير مفصل، نقول من غير مفصل قيمته 1000 دينار تقريبا يبدأ، أو 750 دينار يبدأ. لما يدخل في المفصل تخيلي يصعد إلى 1000 دينار زيادة إضافية على الألف الأولى أو 750 الأولى. فتكلفة الأطراف جدية. نعم تكلفة كبيرة. وأيضا أضيف أن الطفل هذا أو الشخص اللي ركب له طرف لازم يبدله بعد 6 شهور، خصوصا الطفل. لأن الطفل يكبر فيتغير حجم العظم، العضلات، لو ما بدل هذا الطرف يحوش ضمور في الـ في الـ في الـ في العضلات، يحوش ضمور في العظم، يعني في أمور طبية كثيرة. أمور طبية يحتاج متابعة أيضا. أكيد. أي. أكيد. لذلك ارتئينا أن يكون هناك مصنع، مصنع كبير يخدم تقريبا 150 إلى 200 حالة، يصعد هذا العدد أو ينزل يعني بحسب الإمكانيات المطروحة. زين، بشكل عام شلون تتم المساعدات؟ بالنسبة للأطراف طبعا يتم إحضار الحالة نفسها لفاقد الطرف، ويتم طبعا الجهاز اللي ركبناه أو ناويين إن شاء الله نركبه في المصنع، هذا جهاز متطور جدا غير موجود في تركيا نفسها وغير موجود في الشرق الأوسط. واو. كامل هو نظام البرنت أو طباعة الطرف نفسه، تقنية حديثة ألمانية، راح يتم إن شاء الله استخدامها في المرحلة القادمة. فقط المراكز العلاجية تأخذ القياسات عن طريق أجهزة سكان والأمور هذه، وترسلها للمركز أو المصنع الرئيسي في إسطنبول، يصنع الطرف ويرسل مرة ثانية للمركز العلاجي، حيث يعني يتواجد هناك الطفل أو الأسرة نفسها، يتم تركيبه وتأهيله لاستخدام هذا الطرف. يعني يتم تفصال الطرف على مقاس المريض أو المحتاج بالضبط، يعني أكيد بشكل دقيق. لأن أختي الجازي لو أن هذا الشخص ما ارتاح حق الطرف ما راح يستخدمه طبعا، خصوصا الطفل. وإحنا ليش نبي نسعى يعني حاليا أو نستعجل في هذا الموضوع؟
مشكلة الأطفال لو سنتين أو سنة سنة تقريبا ما مشى خلاص ما راح يستخدم ريلة. صحيح. العضلة الثانية صحيح. راح تموت أو نقول تضمر نوعا ما. للأمانة الموضوع خلوا المواضيع التقنية، الموضوع إنساني أكبر من ما هو تقني. فعلا قاعد نتكلم عن 50,000 حالة فاقدين الأطراف، التقينا في حالات فاقدين قدمين، التقينا في حالات فاقدين ثلاث أطراف. صحيح. دخل علينا حمد، كنا رايحين زيارة الأخيرة فدخل علينا طفل فكان يمشي وقعد عندنا، كان فاقد ذراعه، فقال لنا أبوه كان وياه يقول وأنا أشيل حمد، أو كنا نمشي يمشي ويطيح كان. فقلنا ليش يطيح؟ يعني بس ذراعه اللي موجود وحمد عمره 9 سنوات 10 سنوات، يعني يفترض إنه ولد، نعم يقدر يمشي، ليش يطيح؟ فحمد رفع البنطرون أو الترينج اللي كان لابسه، اكتشفنا أن ثلاث أطراف فاقدهم، قدمين رايحين وإذراع رايح. من هالقصص قصص كثيرة. أيه. كثيرة كثيرة. أيه. يعني مؤثرة. صح. مؤثرة جدا فعلاً. ولكن احنا خصوصا احنا يعني ما أقطع كلامك أستاذ. نعم. يعني الكبير إلى حد ما شاف من الحياة واستمتع فيها بصحتها وبعافيتها، فيعني في مرحلة من المراحل لما يفقد طرف ما يعني ما تحس إنه يعني المسألة بحجم لما الطفل الصغير بعد ما استمتع بالحياة ولا شاف شيء من الدنيا ولا استانس بحياته. يعني هو تركيب الطرف إعادة حياة لهذه الطفلة أو هذا الطفل. بالضبط. يعني للأمانة يعني بدت يعني بعد ما شاهدنا المناظر اللي شفناها والله أختي بدت تهون علينا جروحنا البسيطة. فعلا. الجرح اللي إيدي تنجرح جرح بسيط، ولا أوليدي الله يحفظه ويحفظ عيالكم. آمين. والله تهون علي هذه الجراح لما أشوف لما أشوف الأبو يخير هناك، خصوصا في المشافي الميدانية. يعني لما وقت القصف وين يودون الطفل؟ يودونه مشفى في شقة أو بيت أو أي مكان. يودونه وللأسف كثير من أقدام الأطفال ممكن تركب ويمشي يرجع يمشي، ولكن لسوء العناية الطبية والصحية في الميدان هناك في المناطق اللي تقصف والأماكن هذه ما يقدرون يردونها. فش يقولون حق الأبو؟ يقولوا له انقصري لولدك ولا يموت. تخيلي يخير الأبو، يعني تخيلي يخير الأبو بهالخيار، خيار صعب مؤلم. تخيل الأب وهو صاحب القرار ويقول قصة ولدي. أيه. هذا خيار ما أعتقد يعني على الأقل أفضل من الموت. يعني ما حد يحب بالنسبة حق الأب يعني. ينحط بهالخيار طبعا أكيد ما حد يحب ينحط بهالخيار، لكن هذا خيار موجود هناك لازم 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 يوضع بهالخيار. تبتر قدمه في الميدان بشكل عشوائي، لذلك حتى تركيب الطرف لما يرجع ويوصل إلى تركيا تركيب الطرف له بعض الأقدام تحتاج عمليات تصليح. أيه. تصليح. أيه. تصليح ترميم وتأهيل الريل هذه. نعم. احيانا تزرع عظم اضافي احيانا. صحيح. فالعمليه ما هي سهله ابدا. ما هي سهله ابدا، لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله احنا بصدد يعني عمل مصنع لاعاده هذه الابتسامه لهؤلاء الاطفال. اطفال اللي شفناهم شيء يعني ما يوصف والله العظيم. شفنا أبطال. تشوف الطفل قبله وبعده صح؟ إن شاء الله إن شاء الله. يعني إن شاء الله. صدف إن أنت شفت الطفل. نعم 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 أكيد. قبل أكيد. نعم. قبل وهو فاقد الطرف. نعم. وبعد ما تركب له الطرف. نعم. شنو أغلب الأطفال اللي طلعوا بالفيديوهات اللي عرضتوها تركب لها أطراف الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله راح تكون زياره قريبه ان شاء الله في الفتره القادمه، وراح اكيد نصور لكم هذه النتائج ان شاء الله على ارض الواقع ان شاء الله، ونشوفها من خلال حملاتنا اللي سويناها بالسوشيال ميديا. يا ريت والله. باذن الله. باذن الله. بس ودنا نتكلم عن العمل التطوعي عفوا، شنو دوره في هذه الحمله كيعني متطوعين تستقبلون متطوعين في متطوعين؟ نعم. لا يخلو اي عمل من تطوع. يعني لا يخلو بغض النظر لو يعني ما نتكلم مثلا استقبال المتطوعين او عمل رحلات تطوعيه، لكن خل اضرب لك مثل بسيط. يعني بدايه الرحله ترى كانت تطوعيه. أي موضوع فعلاً الأطراف فعلاً نفسه الفكرة كفكرة من الأساس كانت تطوعية بحتة. يعني اثنين من الأشخاص ذهبوا هناك وشافوا الوضع وقدموا تغرير فيه، تبنى هذا التغرير جزاه الله خير بيت الزكاة. فقام بهذه الحملة. فبذرت أي شيء في هذا المجال أعتقد يعني في الغالب تكون تطوعية. نعم. فعلا. نعم. صحيح. نعم. إنزين شلون شفتوا أثر المساعدات على الناس اللي تلقوها؟ شلون شفتوها؟ يعني شنو التفاعل؟ شلون لقيت مثلا أصداء هذه الحملة؟
للأمانة الناس متفائلين جدا بهذه الحملة، خصوصا أن طرحت بداية رمضان أو قبل رمضان، بداية رمضان تحديدا نقول إلى نهاية رمضان. الحمد لله تفاعل كبير، لأن الموضوع مثل ما قلت لكم موضوع حساس جدا، ما هو موضوع عام. صحيح. مثلا بئر مسجد أو أمور عامة، لا، هذا إحنا قاعد نتكلم عن موضوع يعني محدد مركز، وكثير مثل ما قلت لك الجهات يمكن ما تحب الدش خاصة المصنع ترى يحتاج سنوات تشغيلية. أكيد. يحتاج تشغيل. طبعاً. يحتاج طبعاً. مواد. يحتاج. أيه. يحتاج. فهذا الموضوع ما هو بالسهل. إحنا دشينا نقول في تحدي. في تحدي كبير، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تجاوزنا مرحلة التحدي هذا، وكثير بدأ مرحلة التحقيق بإذن الله، تحقيق هذا الحلم إن شاء الله. وللأمانة يعني حتى أنا أشكر جميع الجهات في اتصالات كثيرة بيننا وبينهم للمساهمة في هذا المشروع. أيه. فجميع الجهات الحمد لله، احنا بالكويت امورنا طيبة الحمد لله، وناس طيبة خيرين وطيبين، من افراد. صحيح. مؤسسات. جهات خيرية، يعني تخيل جهات خيرية بدأت التعاون عشان تحقيق هدف جهة من هذه الجهات او مؤسسة اللي هي بيت الزكاة. أيه. واكيد مؤسسة بيت الزكاة يعني معروف، يعني ما يحتاج ان احنا نتكلم عن دورها في المجتمع الكويتي. نعم. يعني في دعم الأسر الكويتية. نعم. المتعففة في أكيد. دعم سواء بالداخل وبالخارج. أكيد. أكيد. يعني شنو أنتوا قاعد تسوون الحين بالسوشيال ميديا أو مثلا كانتشار وكتوسع؟ نعم. حق كل الناس يعني طريقة توعوية، خلينا نقول شنو عندكم بالنسبة للمشروع في المشروع. نعم. عن المشروع. نعم. بالنسبة للمشروع هذا طرحنا تقريبا 6 فيديوهات خلال رمضان، بداية رمضان كنا ننزل كل بين كم يوم فيديو. الفيديو عبارة عن 30 ثانية 40 ثانية، عبارة عن قصة طفل بس. أي. الطفل يتكلم عن نفسه مثلاً. فلاش الطفل يتكلم عن نفسه. وأحيانا في بعض الفيديوهات ما يجيب طاري الطرف الصناعي. أي. يتكلم عن نفسه، أني أقدر أرسم، أقدر ألعب، أقدر. لاحظنا شيء غريب خلال هذه الفيديوهات أو خلال التصوير أو خلال أطفال، مجموعة الأطفال اللي قابلناهم. صديقين، كل الأطفال أو أغلب الأطفال اللي قابلنا يخافون من الطيارة. أقول له ليش تخاف من الطيارة؟ هي سبب اللي هو فيه، وهو يقولها بلسانه، يقول لي لأنها خذت رجلي أو ضربني. يقول تخيلي الطفل يقول الطيار، أنا ما أحب الطيار، ضربني. أقول له ما تبي تصير طيار؟ طموح، هذا طموح كل طفل، حتى عندنا لو تسألين طموح راقي هذا للطفل. لما تقول يقول بصير طيار، نفس طبيب مهندس بالضبط. يعني مرحلة جيدة من الطموح، لكن يقول لا، أنا أكره الطيارة، أكره الطيارة. إذا كان مركز شوية واعي أكره الطيار. فهذه مصيبة قاعد تزرع في في قلوب وأذهان الطفل أفكار يعني. أي فعلًا. صحيح. يعني فعلًا أنت يعني الحروب طبعًا الله يكافينا شرها، أكيد لها أثرها على أي شخص سواء كان كبير صغير. أكيد. تأثر على الترابط الأسري، تأثر على النفسية، تأثر على كل شيء. نعم. نعم. الله يكافينا شرها وإن شاء الله يقدركم يعني على فعل الخير بالداخل وبالخارج. بس يا ريت تقول لنا استاذ، يعني متى تتوقع ان انتم راح تنجزون اجنده هذا المشروع؟ ان شاء الله احنا يعني حاطين خطه خلال يعني نقول 6-7 شهور القادمه ان شاء الله. هذه خطوات فعليه يعني وجديه راح تكون ما شاء الله لانجاز هذا المصنع ما شاء الله. ينتهي خلال 6 شهور، اكثر شويه اقل شويه، فهذا ان شاء الله راح يكون انجاز. نعم. هذا الافرج ان شاء الله. اكيد المصنع ما راح يكون مصنع عشوائي، مصنع مميز جدا. اعتمدنا على يعني اللي عمل لنا دراسه الجدوى، بروفيسور متخصص في هذا المجال. الجهاز اللي راح نجيبه من المانيا راح نجيب معه متخصصين يعملون على هذا الجهاز يعني فتره معينه على ما يدربون باقي الستاف اللي موجود. فالعمليه عمليه منظمه جدا وليست عشوائيه. وهذا اهم شيء، هذا اهم شيء، لان المبالغ الماليه اللي قاعد تنحط على هذا المشروع. نعم. وايد مكلفه، والهدف السامي طبعا اللي اقيم له هذا المشروع هم هدف وايد سامي وكبير، فاكيد لازم الدراسه تكون بمستوى. أكيد. الاهداف. أكيد. اللي قاعد وايضا ايضا ايضا جاتنا عروض وكثير من يعني نقول الاتفاقات المبدئيه انه يكون تعاون بين المؤسسات في تركيا الخاصه، المستشفيات الخاصه، اساس انه يستعينون بهذا المركز بالنسبه لتركيب الاطراف. يعني بحيث يعني انه متطور وشيء راقي يعني. الحمد لله، وان شاء الله عسى الله يوفقكم. امين ان شاء الله. ويا ريت بس لو تقول لنا كلمه اخيره قبل لا نختم وياك.
كلمة أخيرة أوصلها للناس، أول شيء جزاكم الله خير على التفاعل الكبير اللي تم خلال شهر رمضان المبارك. أقول لهم الأكل والشرب ترى سهل، الواحد ممكن توكله اليوم وينسى باكر، لكن اللي تركب له ذراع أو قدم صدقني لما يكبر بيقول هذه القدم أنت اللي ركبتها. ما راح ينساها طول حياته. ما راح ينساها. شكرا لحضورك اليوم ويانا. جزاكم الله خير. ويعني توعيتنا وتعريفنا بمشروع عظيم مثل هذا المشروع. شكرا. جزاكم الله خير. شكرا. شاكر لكم هذا اللقاء. شكرا. الألعاب الكمبيوترية باتت سمة أساسية من سمات العصر، حيث انخرط فيها الصغار والكبار. ولكن هناك أصوات تتعالى مفادها أن ضرورة التوخي الحذر من بعض تلك الألعاب نظرا لضررها على مستخدميها، مثل لعبة البوكيمون التي حذرت منها العديد من الأوساط المعنية. المزيد في سياق التقرير التالي.